الرئيس السابق منصف المرزوقي أعطى تصريحات بصراحة مخلة للشعب التونسي وللسيادة التونسية، وأنه أخيرا كما نعلم الناس الكل اللي هو طلب تدخل خارجي، وهنا انتهاك للسيادة، انتهاك لسيادة الدولة. القرارات اللي اتخذها قيس سعيد مهما تكون القرارات فهي باش تكون شوية بالنسبة لي أنا، لأنه هنا ما نقولش هي تصفية حسابات، ولكن على الأقل أنا من مثلا لو كان جيت بلاس رئيس قيس سعيد ممكن نوصل نسحب له الجنسية التونسية أصلا، نسحبها له الجنسية، لأنه إنسان يبيع بلاده ويطلب تدخل أجنبي يعني سامحني ما عندوش روح الوطنية أصلا ولا ينتمي لهذا الوطن. والفترة اللي كان يغم بها بين قوسين كلمة شعبية في الشعب التونسي والوطنية والوطنية، وأنه حقوقي ويدافع عن الحقوق، ما عنده حتى علاقة بالحقوق، بل أصبح إنسان منافق هذاك، لأنه يظهر لي بعد اللي قام به قيس سعيد من تجميد البرلمان كشفت الأوراق وكشفت النوايا وكشفت خفايا كل سياسي كان متنكر للشعب هذايا. سحب قلت لي سحب جواز السفر الدبلوماسي، أنا مع هو يحمد ربي اللي باش يعطيه جواز سفر تونسي عادي، ولو انه يمكن بطاقة تعريف هي اكثر ما يمكن ياخذه منصف المرزوقي هذا اذا كان اعترفوا به كتونسي. النشيد الوطني ايش يقول؟ ولا عاش في تونس من خانها. والخيانه البلاد هذه تطلب باش نقولوا الاعداء ما نقولوش احنا، احنا نوعيه نتاع عباد كيف هكايا ما يلزمهاش تفن حتى في تراب تونس. بنتي احنا نخموا توا راهو شوف هذوما الناس لوثوا مسار الديمقراطي، لوثوا قولوا احنا شو معناها ما خلوش عطلوا الحكومه، عطلوا اي حركه معناها يحبوا يجيبوا قرارات معناها من وراء البحار، شكون هو وشكون هما باش يحكموا في تونس؟ احنا ثم قرارات ذاتيه، قرارات شخصيه، شان داخلي، شكون باش يحكم فينا؟ احنا حتى في بلادنا من واحد من ولايه لولايه والي ما نجمش ندخل في ولايه اخرى، وما بالك انت باش تجيني تبعث لي واحد اخر من برا؟ هذا غلط. احنا مع قيس سعيد وربي يعينه وربي يوفقه ان شاء الله بشرة خير في الحكومه هذه. معاه 1000% كنا نستناو في قرار كيف هناك، خاطر مش معقول معناها انك تجي تستنجد معناها دوله اخرى ولا تمشي او اصدقائنا ساعدونا، ساعدونا على شنو؟ وداير هو مرزوقي وغيره وغيره 10 سنين التالي وين ما عملوا شيء، سي با لا بيم يرجع كل مره يجي يخرج ولا هاو معناها هاو معناها يحكي باسم الشعب. الشعب قال كلمته في الموضوع، قال كلمته الشعب. احنا مع 25 جويلية مع القرارات نتاع السيد الرئيس قيس سعيد ما حشتش حتى حد من القدم باش يجي يتكلم تو. منصف ربي هادي في يوم من الايامات كان في تونس كان رئيس جمهوريه، ربي يهديه. زيد معناها اللي يعملوا فيه هذا الكل التطول على الدوله هذه بالعكس تزيد انت تخلينا صوره خايبه لبرا. راه عندنا توانسه تعيش لبرا، عندنا توانسه احنا كنا نخرجوا لبرا بقدرنا بهيبتنا بدنيتنا، التونسي كان مرفوع فوق الراس. الشيء اللي قاعد يصير هذا الكل ما حقوش، بالعكس انا ضد زيد يعمل قرارات صارمه اخرى. واي انسان تونسي، اي تونسي كانت عنده جنسيه وعنده شويه كرامه في روحه، راهي تونس غاليه عزيزه وغاليه علينا. اليوم اللي تندم وتفوتنا فوت نندموا على البلاد هذيا. عندنا ناس تتفرج علينا من برا وقت اللي يشوفوك تحكي على تونس هكاك اش مش يحكيو. اما الدوره ما في جربه من انا نحكي على الدوله، انت البرا تحكي على تونس. انت برك نورمالمون تكون سفير البلاد هذه، نورمالمون تكون سفير انك تكون نظيف اقل حاجه في كلامك. يلزموا يمشيخوا قرار هذا بالذات وسيرتو مرزوقي، على خاطر الانسان وصل لي يتكلم على دوله تونسيه وشعبها معناتها ربي في الكيفيه هذيك، انسان مش هذيك برك. فما برشا ناس اخرى اللي تفتن في الغرب بصفه عامه على تونس، لو كان جاوا عندهم عرق لكونهم هم مسلمين ولا عرب ولا تونسي، راهم تعرف شنو حرام فيه حياته، حتى مش نقول لك شربة ماء هنا حرام فيه، حتى الهواء اللي نتنفسوا فيه حرام عليه. لا خارج عن الموضوع، بالنسبه لي هو التونسي هو رئيس الجمهوريه ما كانش يعمل هكاك، ما يلزموش يعمل الشيء هذاك. بالعكس هو ضربوا تونس هذاك الناس ماتت عليه، كنا عارف عليه تمشي تبيعني الاجنبي
ومهما كانت سيف بلادك بلادك، مهما كانت سيف ثمانية تقول لك اه نو بلادك بلادك مهما كانت سيف.